زي ما حضراتكم تابعتوا معانا كده، يعني كانت فعلا تجميعة جميلة جدا وأمسية رمضانية رائعة، شفنا من خلالها كتير من الوجوه المحببة والأسماء اللامعة اللي كل اسم منهم على حدة ليه الكثير من الأيادي البيضاء عبر تاريخ النادي الأهلي بشكل عام. طبعا كابتن محمود الخطيب اللي كان داعي التجميعة الحلوة دي كان لازم يقول كلمة في هذه المناسبة الرمضانية الجميلة، إليكم جانب من هذه الكلمة، اتفضل. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب المصري، ودايما يا رب مصر بخير وتقدم وازدهار بإذن الله. في البداية أنا بشكر حضراتكم جميعا لحضوركم وتلبيتكم الدعوة، الحضور الكريم ده اللي احنا بنسعد بيه وبيشرفنا، وإن شاء الله دايما متجمعين هنا في بيتكم، بيت كل الرياضيين، البيت الكبير النادي الأهلي. ويمكن في الحقيقة ومن حسن الحظ إن حفل الإفطار النهاردة واللي جمع كل الحقيقة الكوكبة دي من القامات الكبيرة جدا كل في مجاله، ومن الشخصيات العزيزة جدا علينا إنه بيتزامن مع مناسبة غالية جدا. المناسبة دي هي غالية على كل أهلاوي، وهي مرور 115 سنة على تأسيس النادي الأهلي العظيم. طبعا العظمة لله، يعني 115 عام من الالتزام، 115 عام قيم ومبادئ، 115 عام من العمل الجماعي والمؤسسي، 115 عام وجيل بيسلم جيل، ومن هنا جيل بيسلم جيل. أحب أشكر كل مجالس الإدارات المتعاقبة منذ النشأة 1907 لغاية النهاردة، كل مجالس الإدارات السابقة كل واحد كان له دور، وكل مجلس كان بيكمل مسيرة المجلس اللي قبله، وده هو سر الحقيقة عظمة النادي الأهلي، إن ما حدش بيجي يبتدي من الأول، الناس كلها بتكمل بعض. كل مجلس اشتغل بقلب وبحب وبإخلاص للمكان ده، عشان كده بإذن الله يفضل الأهلي رقم واحد، وهيفضل بإذن الله رقم واحد إن شاء الله.